من هو النبي الذي قتلته امرأة رغم أنه كان حكيما حصيفا لا يقرب النساء وعاش في البرية وكان يسكن القبور وكان ينام في القبور وكان يعطي أكله للحيوانات ويبقى هو بالجوع ويؤكل الحيوانات، لذلك كانت تحرسه الأسود والسباع، وهو أكبر من سيدنا المسيح ب6 أشهر، وهو الذي عمد المسيح، وهو أجمل الأنبياء قاطبة بعد سيدنا يوسف عليه السلام، وهو الذي أوتي الحكمة، وهو الذي أوتي محبة بني إسرائيل. نبي عظيم قتلته امرأة. صل على الحبيب وتعالى اعرف الحكاية دي. مين هو النبي الذي قتلته امرأة؟ يقول لك عند المسيحيين، يقول لك إنه يوحنا المعمدان، وسمي المعمدان لأنه هو الذي عمد سيدنا المسيح. أما في الديانة الإسلامية، أما عندنا احنا في الإسلام، فربنا بيقول له إيه؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وربنا يقول لأبوه إيه؟ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. إذا النبي الذي قتلته امرأة وله قصة عجيبة وغريبة جدا هو سيدنا يحيى. سيدنا يحيى كان الابن الوحيد لسيدنا زكريا، ورزق به عن كبر، وكان كان يحب حب شديد جدا. سيدنا يحيى نشأ في البرية، كان يأكل الجراد ويأكل العسل، وكان زاهدا في الدنيا، وربنا أتاه الحكمة وأتاه النبوة وأتاه سبحانه وتعالى العلم من عنده. لذلك يقول له يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بقوة يعني بحكمة. أحبوه بني إسرائيل، وكان وسيما، وكان يعني كان مشرفا في قومه، وكانوا يحبونه جدا بني إسرائيل. لكن تأتي الرياح كما قال المتنبي بما لا تشتهي السفن. كان في الزمن بتاع يحيى ده ملك اسمه الملك هيرودوس. الملك هيرودوس الراجل ده كان ايه؟ عينيه زايغه، وكان بتاع نسوان. فراح ايه؟ راح متجوز مرات اخوه. يا عم عيب عليك، قال لك طب انا هعمل ايه؟ طب ما هي حلوه وجميله. يا عم ما ينفعش تتجوز مرات اخوك، هذا لا يجوز انك تتجوز مرات اخوك. يا جاي يا اولاد ما ينفعش، ما حد ما يسمعش الكلام. فراح متجوز مرات اخوه اللي هي اسمها هيروديا. سيدنا يحيى لم يوافق على هذا الكلام، ليه؟ بما ان هو قاضي لبني اسرائيل. فالناس راحوا لسيدنا يحيى وقالوا، فيحيى قال لهم لا يجوز. فهو حاول يستميل يحيى بالهدايا وايه وايه، برضه سيدنا يحيى طبعا ايه، هذا نبي من الله سبحانه وتعالى. فايه، جت هيروديا قالت له هتسيب يحيى كده يفضحنا قدام الناس ويشلشلنا، احسن حاجه يجيبه ويرميه في السجن. فراح جاب سيدنا يحيى وراح ايه سجنه، حطه في السجن. فلما حطه في السجن حاول ان هو يضغط عليه يعني في السجن بالتعذيب وما الى ذلك، برضه سيدنا يحيى عند رايه. فجه في يوم كان عيد ميلاد الملك هيرودس، فيوم عيد ميلاده بيعزم الناس والاكابر، ويقعد الناس طبعا ايه السكر والعربده وما الى ذلك. فكانت الليله ديات ايه، ليله عيد ميلاد الملك، وقعت هيرودس وهيروديا جنبه، وجت بنت هيروديا اسمها سالومي. راحت سالومي جامت، راحت رقصت رقصه حلوه كده، كيفت الملك عجبته، فقال لها تعالي. فراحت عند الملك قال لها تمني علي اي حاجه تطلبيها انا اعطيها لك. فراحت عند امها هيروديا قالت لها ده الملك قال لي كذا كذا، قالت لها اطلبي راس يحيى، اطلبي منه انه يقطع راس يحيى عشان نخلص من القصه دي. فراحت له قالت له انا عايزه راس يحيى في طبق من فضه. فقال لها استكبر الامر بقى الراجل اللي جه كبير جدا، فقال لها ايه اطلبي ما تشائين ان شاء الله، لو عايزه نص ملكي اديهولك ما يهمش. قالت له انت ملك والملوك ما بيرجعوش في الكلمه بتاعته، اريد راس يحيى على طبق من فضه، في طشت من فضه كده. فارسل هيرودس السياف الى يحيى فقطع راسه وجابوها في طبق، والراس تنزف وجابوها في طبق، وحطت سلومي الطبق وقعدت ترقص فوقيه. فاهتزت الارض، من الارض اهتزت ورقبتها طارت سلومي، وربنا خسف بهم الارض. شوف هذا النبي المبجل في كل الديانات، المبجل في اليهودية وفي المسيحية وفي الإسلام، الذي أرسل إلى بني إسرائيل كيف كانت نهايته، مع أن سيدنا يحيى هو
أكبر من سيدنا المسيح بستة أشهر. وفي الديانة المسيحية يقول لك كانوا يذهبون إلى يحيى ويقولون له أنت المسيح، فيقول لا، أنا جئت لأبشر بالمسيح. فكان نقيا وكان طاهرا وكان حصيفا وكان لا يقرب النساء وكان محبوبا. فكانت تلك نهايته المؤلمة على يد امرأة. وعلى فكرة عملوها كتير جدا، يعني حتى احنا في مصر عملناها مسرحية اسمها رقصة سلوم الأخيرة بطولة سهور المرشدي، من أبدع وأجمل المسرحيات يعني. فدي قصة سيدنا يوحنا المعمدان في المسيحية ويحيى عليه السلام الذي قتلته امرأة. هنيجي بقى هنشوف يا ليت المشكلة خلصت لحد كده، إن يحيى قتل هذه القتلة الشنيعة، لكنهم أيضا لن يتركوا ذلك الشيخ الكبير الذي ابتلي بابنه الذي مات أمام عينيه، لن يتركوه أيضا، وسوف تكون له قصة أفظع من قصة يحيى. لذلك إذا استطعتم أن تضيفوا لنا كلمة أو آية أو معلومة عن يوحنا المعمدان أو عن يحيى فلا تتأخروا، وشير هذه الحلقة فورا، وما تنساش صلي على يحيى وعلى محمد وعلى جميع الأنبياء. وشكرا.